ساعدنا بالنسبة للريسبتورز قلنا إنه اللي تستقبل الأسيتال كولين فنسميها كولينرجيك ريسبتورز، واللي تستقبل النور أدرينالين نسميها أدرينرجيك ريسبتورز. الكولينرجيك ريسبتورز يعني هي بعضها يتحسس لفد مادة معينة والبعض الآخر يتحسس لمادة أخرى. فاللي تتحسس للنيكوتين نسميها نيكوتينيك ريسبتورز، واللي تتحسس للماسكارين مادة الماسكارين نسميها ماسكارينيك ريسبتورز. طيب هي الريسبتورز يكون موقعها أما على رأس البوست جانجليونيك نيرف فايبرز، وموجود أيضا على الأورغان المستقبل يعني على العضو. أوكي يعني الممبرين مال السيل. طيب قلنا إنه اللي تتحسس للنيكوتين نيكوتينيك، تتحسس للماسكارين ماسكارينيك. طيب بالنسبة للسيمباثيتك، بما إنه قلنا البري بالنسبة للبري جانجليونيك راح يكون النيوروترانسميتر هو الأسيتايل كولين، فالريسبتر هو كولينيرجيك، إذن كولينيرجيك ويتحسس للنيكوتين نيكوتينيك، بينما البوست جانجليونيك يكون الناقل به هو النور أدرينالين، فالريسبتر يسموه أدرينيرجيك. أوكي هاي بالنسبة للسيمباثيتك. بالنسبة للباراسيمباثيتك قلنا كله هو الناقل العصبي به هو الأسيتال كولين. بالنسبة للريسبتر الموجود على رأس البوست جانجليونيك فايبرز يتحسس للنيكوتين فنقوله نيكوتينيك، أما بالنسبة للموجود على العضو فهو يتحسس للماسكارين فيسمى ماسكارينيك. بالنسبة للسوماتيك اللي هو ماكو جانجليا عندنا، هو يعني مستقبل أو نوع واحد من الناقل العصبي اللي هو أسيتال كولين، فالمستقبل هو كولينيرجيك يتحسس للنيكوتين فنسميه نيكوتينيك ريسبتورز. بالنسبة للأدرينال ميدلا أيضا الناقل العصبي إلها هو الأسيتال كولين. أوكي الأسيتال كولين المستقبل هو نيكوتينيك ريسبتور. ومثل ما تعرفون انه او مثل ما قلنا انه الادرينال ميدلا هي تفرز الادرينالين والنور ادرينالين، يعني الاسيتال كولين بين قوسين سبب انه يخلي الادرينالين والنور ادرينالين انه يخرجون من الادرينال ميدلا. طيب هسه هاي بالنسبه للكولينرجيك ريسبتورز. بالنسبه هسه بالنسبة للأدرينرجيك ريسبتورز أيضا تقسم إلى ألفا 1 ألفا 2 بيتا 1 بيتا 2 وبيتا 3. خلينا نشوف تأثير كل منهم. أوكي بالنسبة هسه بالنسبة للبيتا 1 بالبداية تأثيرها فازو كونستركشن. عموما الالفا 1 دائما او الاغلب contraction or excitation، مثل هنا عندنا vaso constriction increase peripheral resistance. يعني peripheral resistance هي المقاومة التي يبديها جدار الوعاء الدموي للبلد، يعني اللي ماشي خلاله للدم الذي يسير خلاله. اوكي بعد increase blood pressure ومايدرايسز اللي يعني توسع الحدقة أو البؤبؤ، وخلينا نقول contraction of sphincter increase contraction of sphincter أو closure of sphincters of bladder. أوكي بالنسبة للألفا 2 inhibition of norepinephrine. بالنسبة عدنا نرجع على الصورة هاي بالنسبة أسيتال كولين. أوكي لما يطلع عدنا إحنا هنا خلينا نقول بهاي المنطقة عدنا ألفا 2 بيتا 2 لما تكون زيادة
خروج النور أدرينالين، بالتالي راح يرجع يأثر على الألفاتو، راح تقلل من خروج النور أدرينالين. أوكي، inhibition of acetylcholine release. أوكي، نفس الوضعية، وعندنا inhibition of insulin release. اوكي، عندنا هسه البيتاون، يعني هي مثل الامثله اللي احنا عندنا بالمحاضره او اللي منتشره يعني موجوده بالمصادر، هي اغلب شيء يعني التاثير على الهارت، تيكي كارديا، انكريز مايوكارديال انفراكشن، انكريز عندنا ريليز اوف رينين، بعد انكريز لايبولايسيز. اوكي، مثل ما قلنا هو الالفا 1 هي عكس يعني بالاغلب عكس البيتا 2، هناك عندنا فازو كونستركشن، هنا عندنا فازو دايلتيشن، سلايتلي ديكريز بيرفيرال ريزيستنس، هناك يصير عندنا انكريز برونكو دايلتيشن. اوكي، يعني راح يصير توسع موجوده هي بالرئه. عموما هسه نريد نحدد او نخص هاي الاعضاء المهمه بالريسبترز، فنقول الهارت بيتا 1، اللانج بيتا 2. اوكي، فهي السبب في انه تخلي برونكو دايلتيشن، انكريز ماسل اند ليفر جلايكوجينوليسيس، تزيد من تحلل الجلايكوجين، انكريز ريليز اوف جلوكاجون and relaxed uterine smooth muscles. اوكي، لهنا تنتهي.